لكل عطر قصة وحكاية بتفتكرها مجرد ما بتمسك علبة العطر أو بترش منه. العطر اللي معانا النهاردة عطر ذا بلاك من عبد الصمد القرشي. العطر ده كل نقطة فيه بتفكرني بذكريات وأحداث جميلة جدا عمري في حياتي ما هنساها. العطر ده حقيقي خلاني أعرف إن عطرك هو البصمة والقطر الجميل الطيب اللي أنت بتسيبه وراك. العطر ده الوحيد لما يخلص من عندي ما ينفعش ما يكونش عندي منه عبوة أو اتنين، عشان كده ده من أكتر العطور اللي اشتريتها على مدار سنوات حب للعطور. تعالوا بينا نشوف ونعرف كل حاجة عن العطر اللي خلاني أدخل عالم العطور ومعرفش أخرج منه حتى يومنا هذا. تعالوا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد مع محمود النجدي، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. عطر ذا بلاك من عبد الصمد القرشي. العطر ده فعلا من أكتر العطور اللي لما حتى أبص على العلبة بتاعتها الخارجية أو الداخلية فعلا بكون سعيد وبكون مبسوط. والحاجة فعلا اللي أنا بشكرها لعطور عبد الصمد القرشي إن العلبة بتاعتهم بسيطة وسيمبل كده، مش محتاجة فيها بهرجة وحاجات كده كبيرة زي عطور العربية والعود، اللي أنا متأكد إن هما بيحملوا سعر العبوة اللي بتاعت العطر بتاعتهم دي على تمن العطر بصراحة. يعني لو هم يعملوا النوعين علبة شكلها يكون شيك ومحطوط عليها تمن علبة العطر، وعلبة تانية يكون شكلها كده بسيط وكرتون زي العلب اللي بيعملوها كده حاجات كده اصدارات خاصة العبوات اللي هي بتبقى 150 مللي او 50 مللي بتبقى بعلبة كرتون، يا ريت يكون ده يكون يعني اختيار او يعني حاجة موجودة عندهم. العلبة بتاعتنا شكلها شيك كده وبسيطة، لونها هنا يعني بني مقلم، وهنا مكتوب ذا بلاك، وهنا مكتوب عليها بيانات العطر عبد الصمد القرشي، وورا كده بعض البيانات اللي هي مش مكتوب فيها يعني ايه مكونات العطر، حاجات كده بسيطه. العبوه دي تقريبا 100 مللي، او هي فعلا 100 مللي انتاج السعوديه، طبعا هي تركيز اودو تويلت، ومع ذلك يعني ادائها اكثر من رائع، وهنتكلم دلوقتي عن الموضوع بتاع الاداء. انتاج العبوه دي شهر 5 سنه 21، فطبعا ده شكل الخارجي بتاع العبوه الداخليه، وطبعا هي انتاج السعوديه وشكلها من ورا بهذا الشكل. نيجي بقى ندخل نشوف يعني الجوهره الجميله. وطبعا العطر ده كان زمان اسمه يعني هو اسمه ذا بلاك، زمان كان اسمه الحجر الاسود، وما اعرفش ايه سبب تغيير التسميه، ولكن اكيد هي حاجه ليها علاقه بالمملكه العربيه السعوديه. يعني تعالوا بينا نشوف كده الشكل الداخلي بتاع العبوه شكلها عامل ازاي. بصراحة من أجمل الأشكال العبوات اللي أنا لما بشوفها بصراحة بكون فيها سعيد وفي منتهى السعادة. شكل العلبة كده شكلها بسيط وسيمبا، ملهاش كاب، هو الكاب نفسه هو الحاجة اللي بترش منها السبراير بتاع العبوة. من فوق كده لونها أسود، ومن تحت كده لونها أبيض، وأعتقد قد إيه واضح الجمال والشياكة بتاعت عبوة العطر. علبة شكلها بسيط خالص، ولكن فعلا بتمثل لي ذكريات وحاجات جميلة جدا لما بشوفها بفتكر الذكريات دي. علبة انا بعتبرها من اكتر العلب اللي ما ينفعش ما تكونش قدامي كده في المجموعة العطرية بتاعتي. تعالوا بينا نشوف نرش العطر ونشوف ايه الانطباع اللي احنا بناخده مع اول رشة بنرشها من العطر ده. طبعا انتوا واخدين بالكم السبراير اهو، هو نفس الكاب بتاع السبراير، هو يعني على طول ما فيهوش كاب، هو السبراير هو اللي بنرش منه على طول. تعالوا بينا كده نرش العطر ونشوف. طبعا قد ايه باين البخاخ، شكله جميل، هو مش احسن حاجه بصراحه، بس هو يعني مش وحش، هو جيد جدا، مش ممتاز زي العبوات اللي بترش كده بالراحه، ولكن هو جميل جدا. الله، ريحه العطر جميله جدا بدات تظهر، وبدات تبان الذكريات الجميله اللي انا بشمها مع العطر ده. العطر ده بيحسسك بفخامه العطور العربية. العطر ده ما ينفعش يكون غربي خالص، ولكن عطر فخم جدا، عربي جدا، ولكن بطريقة عصرية. يعني هو كده يعني نوتاته، مش هقول لك على نوتاته دلوقتي، الريحة اللي انت بتشمها تحس انك انت شميت ريحة عربية فخمة في مكان راقي جدا، يحسسك بالثراء، في ريحة العود والفخامة العربية، ولكن بطابع عصري جميل جدا. انا بس بحاول اوصل لك ايه الريحة اللي انت بتشمها من العطر، عشان كده قلت لك ريحة العود، لان ده حقيقي اللي انا حسيته اول ما شميت العطر، حسيت كده بريحة فخامة عربية جميلة، وكنت اظن ان دي ريحه العود. ولكن دلوقتي انا هقول لك ايه بالظبط النوتات العطر اللي مكتوب على موقع عبد الصمد القرشي، وايه اللي بعد كده فهمته من نوتات العطر ده، وايه اللي خلاني فعلا احب عالم العطور وادخل في عالم العطور واقعد ابص ايه نوتات العطور وهكذا. مقدمه العطر دي فيها البرجموت، وده اللي بيدي الانتعاش القوي جدا لهذا العطر. العطر ده فعلا لما ترشه في مكان، يعني لما ترشه في اول المكان الشقه اللي انت قاعد فيها، هتحس انك انت اخر الشقه شم هذه الرائحة وحس انك انت رشيت هذه الرائحة، وخصوصا لما الناس تعرف انك انت بترش هذا العطر كتير. وفيها خشب الورد البرازيلي، وطبعا انا مش عارف نوتات العطر ده فيها ورد كتير، ولكن انا شميت ريحة الورد ولا ريحة الزهور، ومعاها البرتقال الصقلي. طبعا احنا كده قلنا فيها البرجموت والبرتقال، ودي نوتات حامضية كده منعشة جميلة جدا، دي اللي بتدي حال العطر قوي جدا. زائد العطر زي ما قلنا ان هو تركيزه اودو توليت، يعني نسبة الكحول اللي فيه يعتبر لحد ما عالية، ولكنها غير مؤذية وغير ملحوظة. ولكن انا بقول لك ايه سبب الفوحان الكبير جدا لهذا العطر، فده يعتبر ده سبب الفوحان. قلب العطر ده بقى فيه الورد وزهره الكاموميل وفي عباد الشمس، وبصراحه انا مش شام هذه النوتات خالص، ولكن اعتقد ان نوت عباد الشمس مع البرجموت ونوتة الايرس اللي موجوده في قاعده العطر هي اللي بتدي هذا التميز لهذا العطر.
قاضي العطر زي ما انا قلت لسه من شويه فيها زهره السوسن، الزهره الجميله جدا اللي فعلا حببتني واثرتني وخلتني ادخل في عالم البذور ما اعرفش فعلا اخرج منه، لانها فعلا ريحه جميله جدا وخلابه لابعد الحدود. ومعاها الفانيليا اللي بتشمه بعد فتره على يعني ايد يعني بعد شويه كده، انا لسه رش العطر من شويه لكن بعد ربع ساعه كده نص ساعه بتشم ريحه فانيليا ناعمه جميله جدا، فعلا بتدي تميز لهذا العطر غير طبيعي. شفت النوتات بتاعه العطر، هي ممكن ما يكونش باين فيها ان هي عود، ولكن هي بتديك انطباع الفخامه العربيه الاصيله ولكن بطريقه حديثه جدا، واعتقد دي من النوتة البودريه للايرس اللي موجود في قاعده العطر. فعلا دي من اجمل العطور ومن اجمل الروائح اللي شمتها انفي، رائحه مميزه وجميله جدا، حقيقي صعب جدا انك تلاقي ريحه في نفس جمال وتميز هذا العطر. فيا ريت اللي استخدم العطر ده وعارف ريحته كويس يقول لنا من استخدامه الشخصي ايه رايه اولا في هذا العطر وجمال هذا العطر، وايه منكم من العطور اللي يكون استخدمها من شركات تانية تشبه هذا العطر في هذا القدر من الجمال وهذا الاداء الرائع. وعلى فكره ده كان من اوائل العطور اللي استخدمتها في حياتي، وفعلا خلاني احب عالم العطور واحب كل انسان بيحب العطور. فعلا اللي بيحب العطور ده انسان راقي جدا وذوقه عالي جدا، وفعلا العطور خلتني اعرف ناس جديده ما كنتش اعرفها. ففعلا عالم العطور ده عالم جميل جدا، وبرضه من الشيء بالشيء يذكر يعني من العطور اللي خلتني احب عالم العطور وادخلها بقوه عطر فقط للرجال من الرصاصه. العطر ده جميل جدا وفخم جدا وراقي، وتحس ان هو كده اداؤه كده فعلا يحسسك بالفخامه والرقي، وده كان برضو من اول العطور اللي خلتني احب عالم العطور، هو برضو عطر ساعه صفا. فده كان برضو من باب العلم بالشيء يعني الحاجات اللي خلتني او العطور اللي خلتني ادخل عالم العطور، ولكن اول واحد هو كان عطر ذا بلاك من عبد الصمد القرشي. نيجي بقى لتجربه الاستخدام. في ناس بتقول العطر ده شتوي فقط، ولكن انا شايف بصراحه ان العطر ده جوكر بمعنى الحرفي، يعني ينفع استخدمه في جميع فصول السنه. وفي ميزه غريبه جدا، العطر ده لما استخدمه في الصيف تحس ان هو عطر فعلا منعش وجميل وفواح، وهشعرك كده بالسعاده الغريبه، وتحس ان هو عطر صيفي فعلا يستخدم في الصيف فقط. ولما تيجي تستخدمه في الشتاء تحس ان هو العطر ده فخم وكده ثابت وجميل، تحس ان هو يصلح الاجواء البارده الخريفيه في ايام الشتاء القارصه، يعني فعلا تحس ان هو متعدد الاستخدام، ينفع تستخدمه الصبح وبالليل، وينفع تستخدمه في ايام العمل الرسميه، وينفع تستخدمه في المناسبات، ويصلح جدا للشباب على فكره في الجامعه. العطر ده انا كنت بستخدمه في الجامعه وكان بيديني فعلا اداء غير يعني طبيعي، يعني العطر ده كمان بيسيب ذكريات جميله جدا. العطر ده كان منقطع عندي من فتره، ولما اشتريته قريب حطيته وقابلت ناس من ايام الجامعه، اول ما شافوني وشموا الريحه بتاعتي قالوا لي احنا افتكرنا ايام جميله جدا، العطر ده انت كنت بتحطه في الجامعه؟ قلت له فعلا ده اللي انا كنت بحطه في الجامعه، ففعلا هيسيب لك اثر وذكريات جميله جدا. فالعطر ده فعلا انا شايف ان هو يصلح للشراء الاعمى، ولكن برضه يا ريت اي عطر انا بتكلم عنه في القناه لو ينفع تجربه قبل ما تشتريه يا ريت تجربه، عشان خاطر العطور دي اذواق. انا بحاول انقل تجربتي الشخصيه للعطر بطريقه منصفه جدا، والطريقه اللي انا فعلا حسيتها وبحاول انقلها بالكامل للمشاهد اللي بيشوفني. فلو حد فعلا جاب عطر من العطور انا اتكلمت عنها بطريقه يعني ان هو لما سمع مني الكلام واشترى العطر وما عجبوش، العطور دي اذواق يا جماعه. يعني عطر مثلا زي بنتلي فورمين انتنس، العطر ده في ناس بتحبه جدا، ولكن انا العطر ده انا مجرد ما حتى جبت سيرته دلوقتي انا اتضايقت، حسيت كده ان هو قفلني مع كلام الجميل لهذا العطر الراقي. فعشان كده انا بقول اي عطر انا بتكلم عنه لازم تجربه، عشان خاطر تكون دي تجربتك الشخصيه اللي على اساسها انت بتحكم انت بتتكلم عن ايه. فانا بتكلم عن العطر ده ان هو يصلح فعلا للشراء الاعمى، لانه شايف ان هو ينفع لاستخدامه في جميع فصول السنه، وزي ما قلت لكم كده انك انت لما تستخدمه اي فصل من الفصول هتحس ان هو فعلا بيديك اداء راقي وجميل جدا، وفعلا هيسيب لك بصمه في اي مكان تحط فيه هذا العطر. سعر العطر ده على كل الكلام الجميل اللي احنا قلناه لا يتعدى ال $35، يعني يعتبر ده ايقونه من ايقونات عبد الصمد القرشي اللي بسعر جميل جدا. حجم العطر ده 100 ملي، وزي ما قلنا ان تركيزه اوديو تواليت. نيجي بقى لتجربتي الشخصيه لهذا العطر، هي كانت من اجمل التجارب الشخصيه لعطر من العطور اللي استخدمتها، لان فعلا العطر ده هو اللي دخلني لعالم العطور وخلاني فعلا ابحث في هذا العالم وادخل كده في نوتات كل عطر وادخل المحلات واشم العطور. فعلا من ساعه ما حبيت هذا العطر انا اتسحلت في حبي للعطور، وانا اعتقد ان اي حد من حب العطور دخل في هذه السحله ومش عارف يخرج منها حتى يومنا هذا. فوحان العطر ده لما بترشه بطريقه كويسه جدا ممكن يقعد معاك 3 ساعات فاكثر، وثبات العطر ده مش اقل من 6 ساعات. انا كده قلت كل كلام على العطر اللي انا فعلا بحبه جدا، وانا اقيم العطر ده لو ينفع اديله اكتر من 9.5 من 10 كنت اديته لحب الشديد لهذا العطر. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، وبرضه بشكر جدا لما كتبت على المنتدى بتاع القناه ايه العطور اللي خلتكم تحبوا العطور. ففي ناس بصراحه قالت كميه عطور جميله جدا، وحسستني قد ايه الناس اللي فعلا بتتابعني دي ذوقها راقي جدا. فاتمنى اللي ما اشتركش في القناه اشترك، عشان فعلا لغايه دلوقتي 70% من اللي بيشوف الفيديوهات بتاعتي مش مشترك في القناه. ففعلا اشتراككم ده هيشرفني جدا وهخليني فعلا متحمس ان انا اجيب لكم كل جديد، وان شاء الله في مفاجات كتيره جدا جايه في القناه. فاتمنى تعملوا لايك عشان المحتوى بتاعنا ينتشر الى اكبر قدر ممكن من حب العطور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.